جريمة قتل بشعة. البارحة قلينا بعض التفاصيل ولكن كل الموضوع كل الملف توت سويت مع إيمان وضيفها. كما قلت مريم البارح جريمة قتل هزت الشارع التونسي وفي صفاقس تحديدا وين وقع العثور على جثة امرأة مقتولة في منزل بطريق تونس على بعد 2 كيلومترات من مدينة صفاقس. الجثة هذه كانت تحمل أثر عنف ودماء حسب المعلومات اللي دارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جدا الكبير صار أحداث شغب زيادة صارت في بعض الأحياء في صفاقس، والمعلومة اللي دور تقول انه الجثة هذية صاحبتها من افريقيا جنوب الصحراء. حابين ناخذوا صحيح من الغالة وشنية اللي صار بالضبط. حاضر معنا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس واحد والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي. صباح الانوار سيد القاضي، مرحبا بك معنا في برنامج صباح الديوان. صباح الخير، صباح النور. صباح الخير مريم، صباح الخير إيمان، صباح الخير كل المستمعين ديوان فم. دونك سيد الرئيس، لو كان تعطينا بعض المعطيات المتوفرة حاليا في علاقة بجريمة القتل هذه، وخاصة أنه عديد الأخبار اللي قاعدة تروج وممكن قاعدة تأجج في الوضع شوية في علاقة ببعض الأحياء السكنية في صفاقس، لو كان أنت توضح لنا اللي صار بالضبط. والله مبدئيا المعطيات ما زالت يعني ما هيش متوفره بالقدر الكافي، ما زالت فما بعض الالغاز حول المعنى اللي حصل لامس، يعني وقع الاعلام فما اشخاص تفطنوا لمنزل ممكن فما روائح تنبعث منه، وتم على النيابه العموميه اتضح كون المنزل هذا فما جثه امراه فيه نوعيه معناها في حاله متقدمه شويه من التحلل، يعني عندها بعض الأيام اللي هي موجودة هذيك، كانت عندها أثار دماء بطبيعة المياه برومية حلت بحث تحقيقي بتقول من عسى نكشف على البحث من أجل القتل عن عمار سابقية القذف. هذه المعطيات الأولى اللي جاءتنا بطبيعة فما تقدم أبحاث، ما زلنا ننتظر في تقدم أكثر، يعني اليوم بيصير عملية تشريح الجثة باش نعرفوا أكثر معطيات باش تصير وقعرف على عينات، وصارت المعينات الكل البارح بصمات، يعني كل ما هو إجراءات معنى تحدث في كشف الحقيقة باش نعرفوا تقريبا أسباب الوفاة، باش نعرفوا ملابسات أشكون الناس ربما كان جريمة، أشكون الناس اللي شاركت في العملية. سيد رئيس، معناها جنسية المرأة هذه ما زالت لحد الآن مش معروفة هل أنه تونسية أو من أفريقيا جنوب الصحراء، ما زال مش المعطى هذا ما زال مش مؤكد. صحيح لحد الآن ما نجموش نجمو بالجنسية، الأقرب قوم تكون تونسية، لكن ما نجموش نجمو في انتظار استكمال على الأقل العمل الأولية اليوم الصباح. واضح سيد الرئيس، تقريبا هذوما أهم المعطيات اللي متوفرة حاليا في علاقة بالقضية. شكرا سيد الرئيس، كل الشكر ليك على التفاعل معنا. دونك مريم هذوما المعطيات المتوفرة حاليا الحقيقة اللي صار البارح في صفاقس، ممكن زيد المعلومات المغلوطة اللي قاعدة تروج هي اللي قاعدة تأجج بعض الشيء الأوضاع، دونك يلزمنا نتريث ونستناو المعلومة الرسمية من المصادر الرسمية باش نجموا نعلقوا إلا نتفاعلوا معنا نوعية القضايا اللي كما هكية، خاصة اللي صار سابقا في صفاقس مريم والأحداث اللي صارت ما نحبوهاش تتعاود وما نحبوهاش تتكرر. هذه أهم حاجة قلتها إيمان، أن احنا وهذا دورنا أن نستقيو المعلومة من المصدر على الأقل، مصدر على الأقل وكيكون يعني في مستوى وقيمة السيد رئيس مصمودي اللي هو وكيل الجمهورية اللي هو يعطينا المعلومات الصحيحة، وإحنا ما يلزمنا نتريث وما يزمناش نجري وراء المعلومة لا معناتها لا كورس بوز لا كورس معناتها أوسكوب، راهي في بعض الحالات تنجم تأدي إلى مشاكل كبيرة. دونك هاو شنو اللي سمعنا نظرا للأوضاع اللي تعيش فيهم صفاقس، يمكن تولي اليوم بعض المعلومات اللي تخرج وتعرف لا غومور راهي كما يقولوا معناتها الكذبة، إلا كان الكذبة تطلع في الأسانسور الحقيقة تطلع في الدروش، ولكن في الأخر زوز باش يوصلوا الحقيقة باش توصل وتاخذ اكثر وقت، ولكن باش توصل هنا فما قضيه قتل. دونك نخلي القضيه عند القضاء والتفاصيل احنا خدينا شنو لازم يتقال من عند السيد الرئيس. فوالا، شكرا ليه مره اخرى وشكرا ايمان.